السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا أستاذ سيف، أهلا بيك أستاذ حبيب الرحمن، أهلا بيك أستاذ موني، أهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذ سيف، أهلا بيكم جميعا، أهلا بيكم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصوت بيقطع، تمام كده؟ الصوت تمام. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلابد أن يكون الهدف واضح عندنا، ألا وهو أن نكون من عباد الله المصطفين الذين اصطفاهم بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأن نكون من صفات عباد الرحمن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القاعدة النورانية أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات هي قاعدة مكونة من 17 درسا. هذه الدروس مرتبة ترتيبا تدريجيا، من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب. هذه الدروس إذا أتقنها الطالب سيكون بإذن الله تعالى من الذين يقرؤون القرآن كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. هذه الدروس 17 وضعها مؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هو فضيلة الشيخ نور محمد حقاني. هذا الشيخ الجليل ولد رحمة الله عليه عام 1272 هجرية الموافق 1856 ميلادية في مدينة من مدن الهند. ونظر هذا الشيخ نور محمد حقاني نفسه منذ أن أكمل تعليمه لنشر العلم وتعليم القرآن الكريم، وقد ألف القاعدة النورانية وألف كتابا منظوما عن الصلاة والعقيدة والتوحيد والإيمان. وتوفي رحمه الله سبحانه وتعالى سنة 1925 من الميلاد. أخذني التعريف بهذا المؤلف الذي أحبه في الله رحمة الله عليه حتى أني نسيت أن أعرفكم بنفسي. اسمي أخوكم محمد خميس محمد عيسى الشهاوي من مدينة دمياط من جمهورية مصر العربية. أتممت الدراسة في كلية التربية قسم الرياضيات، ثم التحقت بمعهد القراءات، ثم عينت في وزارة الأوقاف كعضو مقرأة وكإمام في الوزارة، ثم اجتزت دراسة هذه القاعدة على يد المهندس محمد فاروق الراعي. صدت
المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد عقدنا بفضل الله سبحانه وتعالى عدد من الدورات للمعلمين والمعلمات لتأهيلهم لكي يستطيعوا أن يدرسوا هذه القاعدة النورانية. وإذا رأينا الهدف وإذا رأينا الثمرة كان ذلك أدعى إلى الحضور وإلى الانتظام في الدراسة. هذا طفل في الخامسة من العمر قد أتم تعلم القاعدة النورانية، وبعد أن أتم القاعدة النورانية يستطيع أن يقرأ في أي موضع من كتاب الله قراءة، أن يقرأ قراءة مرتلة كما أحب أن أسمعكم. هذا طفل وعمر الكسار هو في الخامسة من العمر. نسمع بعض الآيات القلائل حتى تكون حافزا لنا لأن نقدم على التعرف على هذه القاعدة النورانية. وسوف نكمل التعريف بالقاعدة النورانية، فقد قلت أن هذه القاعدة ألفها الشيخ نور محمد حقاني وهندي الأصل، وتتكون من 17 درسا، تتكون من 17 درسا. هذا الطفل نسمع بعض الآيات القلائل منه ثم نتابع التعريف. يستطيع الطفل أن يقرأ يستطيع، ممكن أبعده شوية حضر. هكذا الطفل هو يقرأ ولا يردد فقط وراء الشيخ، بل يستطيع أن يقرأ، فإذا أتيت له بأي صورة يستطيع أن يقرأ بطلاقة بإذن الله. نكمل التعريف بالكتاب القاعدة النورانية. سوف يظهر أمامكم أول دروس القاعدة النورانية، هو الدرس الأول. هذا الدرس يتناول معرفة شكل الحروف العربية نطقا وكتابة. هذا الدرس الأول. نبتدئ بالبسملة ثم العنوان الدرس الأول، رقم الدرس، ثم اسم الدرس. هكذا الدرس الأول يتناول الحروف المفردة، حروف الهجاء المفردة. ثم ننتقل إلى الدرس الثاني وهو حروف الهجاء المركبة. وبعد أن ننتهي من الدرس الثاني نصل إلى الدرس الثالث وهو الحروف المقطعة. وبعد الدرس الثالث ننتقل إلى الدرس الرابع وهو الحروف المتحركة، فتحة، الحركات، فتحة، كسرة، ضمة. ثم بعد أن ينتهي الدرس الرابع ننتقل إلى الدرس الخامس وهو الحروف المنونة، التنوين، فتحتين، كسرتين، ضمتين.
ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس السادس، تدريبات على الحركات والتنوين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس السابع، الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. ثم الدرس الثامن، حروف المد والنين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس التاسع، وهو تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدرس العاشر، وهو السكون. ثم ننتقل بعد الدرس العاشر إلى الدرس الحادي عشر، تدريبات على السكون. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الثاني عشر، وهو الشدة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الرابع عشر، وهو تدريبات على الشدة. الثالث عشر، تدريبات على الشدة. ثم الرابع عشر، كما يظهر أمامنا، تدريبات على الشدة والسكون. كل هذه نماذج للتدريب على القراءة السليمة. ثم الدرس الخامس عشر، تدريبات على الشدتين في كلمة. ثم الدرس السادس عشر، تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ثم الدرس الأخير، تدريبات على ما سبق. هكذا في سبعة عشر درسا نتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقرأ قراءة صحيحة للقرآن الكريم بطريقة سهلة ومبسطة تناسب الطفل الصغير صاحب الثلاث سنوات أو الأربع سنوات، وتناسب الرجل الكبير الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب، وتناسب المتخصص المتعمق في علم التجويد. هكذا تناسب جميع الأعمار وتناسب جميع المستويات بفضل من الله سبحانه وتعالى، بحيث ننتقل من مفهوم حفظ القرآن الكريم إلى تعلم القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم لابد أن يكون مبنيا على القراءة السليمة، حتى إذا حفظ الطفل أو حفظ الطالب حفظ حفظا سليما منضبطا بأحكام التجويد، منضبطا بالمدود وبالغنن وبمختلف أحكام التجويد، ليس حفظا كما نرى أبناءنا للأسف الشديد حفظا حتى بدون ضبط للحروف، بدون ضبط للحروف وبدون ضبط للحركات. هكذا نقول والله المستعان. نبتدئ الدرس الأول. هذه المحاضرات لابد لنا أن نتابعها ولا نتخلف عن أي منها، لأنها مبنية على بعضها البعض. هذه المحاضرات مبنية على بعضها البعض، وفي نهاية المحاضرات سوف نسمع من الدارسين، وبحيث نقف على مدى استيعابهم لهذه الطريقة. في نهاية المحاضرة الذي لديه سؤال أو لديه تعليق، ولابد لنا أن نسمع من معظم إن شاء الله معظم الطلبة في هذه الحصة وفي كل الحصص، ثم سوف نخصص حصصا كاملة للسماع من الدارسين. الدارسين إخواننا هم بالتأكيد دارسين للتجويد، أو حتى إذا لم يكونوا دارسين للتجويد فهذه الطريقة كما قلت تناسب المتخصص وتناسب المبتدئ. هذه الطريقة تناسب المتخصص وتناسب المبتدئ،
ولكنها تختلف في الجدول الزمني، يعني أن المتخصص سوف يجتازها في وقت أقل من المبتدئ. المتخصص والمبتدئ سوف بإذن الله يجتاز هذه القاعدة ويقرأ القرآن، ولكن الأمر يحتاج إلى تدريب وإلى مران، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يحتاج إلى مران. هكذا نقول والله المستعان أن الطفل صاحب الثلاث سنوات أو الثلاث سنوات ونصف في خلال سنة واحدة أو سنة ونصف يستطيع أن يقرأ القرآن مجودا، أما الكبير الدارس فإنه في خلال 10 محاضرات يستطيع أن يلم بهذه الطريقة، حتى إذا كان لديه أولاد أو لديه من يريد أن يعلمهم تمكن من الأداة التي يستطيع أن يعلم بها. نعم، هذه الطريقة مهمة، هي مخارج الحروف، وهي التجويد، وهي مدود، وهي أزمنة الحروف. سوف تروا بإذن الله سبحانه وتعالى ما يشرح صدوركم، ولكن نريد في بداية المحاضرة أن نركز على أمر مهم وهو الحضور، الانتظام في الحضور، دي نقطة أساسية. ثم السماع للدروس المسجلة التي سوف يرشدنا الدعم الفني إلى مكان تواجدها حتى نستطيع أن نذاكر بعد الدرس، نسمع عدد كثير من المرات حتى نحاكي الشيخ الذي يلقي بهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى. المطلوب الآن بإذن الله أن نردد، أن ترددوا ورائي، أنا أقول بطريقة وأنتم ترددوا معي بنفس الأسلوب مع الإشارة بالإصبع حتى يتعلم أولادنا ويتعلم أحبابنا أن القراءة لابد لها من تركيز، لابد لها من تركيز بالعين ومن تركيز بالفؤاد، وأن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. سوف أبدأ في الإلقاء وسوف تردد ورائي بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول، حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. هكذا أيها الإخوة والأخوات انتهينا من قراءة الدرس الأول، سوف نقرأ الدرس الثاني ثم نعلق على الدرسين معا. الدرس الثاني، حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف ثاء باء تاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء
ياسين موسين تاسين ساسين ساجيم تاحا نوحا ياحا باجيم ياميم بانيم نونيم تاميم ثاميم بايا يايا نونيا تايا سايا نون بالام تانون لام بايا لام ياتا لام ساسا لام نون بانون بانون نون تايا نون ياتا نون ساسا نون جيم حا خا حاسا خابا جيم تا جيم با با خاتا تا ها باتا يا ها تا ها موتا ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا و صاد ب طا ب ضاد ألف و ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة 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 فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا هكذا انتهينا من قراءة الدرس الأول والدرس الثاني. هذان الدرسان يحتاجان منا إلى المحاكاة. فالبسملة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحقق الكسرات الثلاث في الميم وفي اللام وفي الهاء وفي النون، نقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نقول كالخطأ الشائع الرحيم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وليس الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة بترقيق الدال المفردة وبضم الفاء، حروف الهجاء المفردة. ثم نقرأ الألف، هذا هو مسمى الألف. ثم نقرأ باء بدون همزة، هو لغة باء وباء صحيحتان، ولكننا تسهيلا على الطفل وخصوصا عندما يقرأ الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام را، ولا نقول راء، نقول ألف لام را، فراء وراء صحيحتان لغة، ولكن كقراءة للقرآن الكريم نقول را با تا وهكذا، نقول ألف با ويكون الصوت متصاعد، يكون الصوت متصاعد، لا أقول با تا مستفل، لا يكون الصوت متصاعد هكذا با تا ثا. ونلاحظ حرف الثاء أنه يشترك فيه طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا هكذا ثا. ثم ننطق حرف جيم يكون شديدا مجهورا جيم، فلا أقول جيم جيم، لا أقول جيم شديدا مجهورا. ثم أقول حاء ولا أقول حا، حا مرقق وليس حاء، أيضا قلنا أنه بدون همزة، حا خا دال ذال، الذال أيضا مثل الثاء يشترك فيه طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، را ذا سين، تتضح عندي صفة البينية في حرف النون سين شين صاد، ثم صفة القلقلة في حرف الدال الساكن ضاد طا، وأيضا صفة الشدة في الطاء طا ظا. هذه المصطلحات التي أقولها لا نقولها للدارسين، أما نحن كمعلمين ومعلمات لابد أن نكون على دراية بهذه الكيفية في النطق، لا أقول تا لا، بل أقول طا، لا أقول ظا ظا، وطرف اللسان يشترك كما اشترك الثاء والذال والظا في طرف اللسان، عين، وتتضح عندي صفة البينية أيضا في النون أن يجري الصوت جريانا ضئيلا في النون ثم ينقطع، عين غين فا قاف كاف، أيضا صفة الهمس في الفاء، أقول قاف كاف وجريان النفس عند النطق بالفاء، لام ميم نون واو، لا أقول واو واو، لا أقول واو، ها همزة، هكذا الألف حرف والهمزة حرف آخر، كما أقول مثلا فأس وفاس، فأس بحرف همزة، أما فاس فهو حرف الألف. وأخذنا في الدرس الثاني أن الحرف هذا يسمى همزة همزة همزة. ثم ننتقل بعد الهمزة إلى حرف الياء، ثم الياء التي ترسم في المصحف في مد الصلة، وأقول هكذا يا يا، حركتين حركتين، ولكن الحركتين الأولتين أبطأ، أما الحركتين الأخرتين أسرع، يا يا هكذا.
سوف أقول مرة أخرى الدرس الأول وتقرأ ورائي وننتبه إلى الملاحظات التي بينتها. هناك ملاحظة في حرف الألف، أن بعض الإخوة أو الأخوات ينطق ألف 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 كأن اللام مفتوحة. لا، أكثر حرف اللام هكذا، الألف تتكون من همزة ولام وفاء، اللام مكسورة، أقول ألف ولا أقول أيضا ألف ألف، ليس ألف من الفعل لف ألف، لا، الألف تنطق هكذا ألف، كما نقول نحن في العامية المصرية ماشي زي الألف وليس ألف ألف. سوف أنطق مرة أخرى أيها الأخ، وتنطق ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول، حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. سوف نستمع إلى طالب واحد أو طالبين ليس أكثر، ثم في نهاية الدرس سوف نستمع إلى العديد إن شاء الله. أريد الآن أن نستمع إلى طالب أو طالبة لنقف على طريقة الأداء. نعم، سوف نقرأ الدرس الثاني ثم نستمع للدرسين سويا. سوف أقرأ الدرس الثاني. الدرس الثاني هو عبارة عن حروف الهجاء المركبة. حروف الهجاء المركبة هو أيضا حروف كالمفردة ولكن الأصوات تتركب على بعضها البعض. هكذا سوف أقول وتردد وراءي إن شاء الله. الدرس الثاني، حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف تاء باء تاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف فاء ألف باء سين يا سين نون سين تاء سين ثاء
باميم نون ميم تاميم فاميم بايا يايا نونيا تايا فايا نون بالام تانون لام بايا لام يا تالام فافا لام نون بام ح خا حافا خا ميم با تحاتا يا جي با 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 تا ها با ها ميم با ذال تا زا سي ضاد ألف ظا ألف همزا قافا لام يافا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تامتا. سوف ناخذ ان شاء الله استراحه قصيره لمده 5 دقائق نستأنف باذن الله تعالى. السلام عليكم. 5 دقائق بس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عايز يتفضل للدرس الاول. ام شيماء. ايوه. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. افراده. لا هنضم السين ام شيماء. الدرس الاول. الدرس الأول. نعم. نداء المفردة. نعم. ألف. ضم الفاء أيضا. حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء. ألف. كويس. تاء. عايزين الصوت في تصاعد. با. با. تاء. سا. ميم. خاء. صح زين. ممتازة 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 بس هي مرحبة. في اخر الصوت ما نخليش الصوت ينزل. حا من البدايه الى النهايه نفس الطبقه الصوتيه وتنزلي في الاخر نفس الطبقه الصوتيه تصاعد صوتي ونفس الطبقه يعني مستوى واحد مفيش في الاخر بتقولي حا وتنزل لا طلع برضو حا ح دال زرا ز سين لا ما تستخدميش برضه الشفتين را من غير شفتين يا استاذه فوق ولا في السين را بارك الله فيك ممتاز سين ثاني سين لا من الاول الزاء زا لا هنا حرف ما طلعش مش طرف اللسان الذال هو اللي طرف اللسان ذال اللي احنا قلنا لكن ده زا زا لا زا سين سين شين صاد ضاد في قلقلة بقى في الآخر يا أستاذة أم شيماء هكذا صاد في الصاد والضاد الدال عند السكونة تسيب صفة القلقلة صاد صاد ضاد نعم ظا عين غين فا لا ما تقلقليش النون استاذ لا تقولي عين قولي عين عين غين لا وليس غين غين لا تقلقلي النون غين غين نعم قاف تاء
كاف لام ميم نون واو ها حمزة يا يت. بص حضرتك، انت في الفاء قلت فا وجبت ها، نقول فا وليس فاه، والقاف والكاف هتستخدميه في شفايفك، واللام والميم زمن حركتين لام ميم خلي الصوت يتصاعد فا فا، الصوت يتصاعد فا فا، اكمله خلي في تصاعد في الصوت، قاف قاف كاف، ما تستخدميش برضه الشفتين، قاف قاف برضه مش كا، كاف نون واو قاف. ها ماشي ماشي ماشي، اتفضل. واو ها همزة يا، اتفضل. نعم همزة 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 همزة. نعم يا 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 يا، ما تشدديش الياء، ما تقولش يا 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 يا. ماشي، يعني ان شاء الله استجابت حضرتك سريعه، واضح انك درست يعني ما شاء الله. شكرا استاذه ام شيماء. اللي عايز يشارك كمان مشاركه كمان، وبعد كده ننتقل الى الدرس الثاني. ذو امنيات. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الرحمن الرحيم. اتفضل يا استاذه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدي اقطع شويه من عند حضرتك، اتفضلي. الدرس نعم. الاول التجاء المفرده الف باء تاء جيم حاء. صبي اقطع شويه، لا خليها كده، خليها كده يا استاذه، الصوت فيه تصاعد، حا حا هكذا هكذا، حا خا دال دال را ذا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف. لا الفا برضه خليها زمانها برضه حركتين، فا 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 قاف قاف لام ميم نون واو ها همزه يا يا. بارك الله فيك يا استاذه، تمام، بس البطء في النت خليني يعني بعض الحروف مش واضحه شويه، بس ما شاء الله تمام جيد. شكرا شكرا استاذه، اتفضل. كمان هنسمع كمان الدرس الاول كمان مره، وبعد كده نسمع الدرس هو. النت بتقول كيف نستخدم الشفتين في الكاف والقاف، يعني لا اقول قاف قاف، اقول كاف كاف من غير ضم للشفتين، بدون ضم للشفتين، لان القاف والكاف هيش من حروف الشفتين. اتفضلي يا استاذه رشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي الاخت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، هنقراها هكذا تعليميا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء. الدرس الأول. الدرس الأول حروف الهجاء. أي نعم. المفردة. لا هنضم الفاء. حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء. حروف الهجاء المفردة. نعم نعم. حروف الهجاء المفردة. ألف. تمام ما شاء الله. تاء تاء جيم حاء قا دال ذال را زاي ذا
تين. لا لا هيقول ذا. شين. ايوه نعم. قول قول الراء برضو. را تاني. را 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 ذا تين. تمام. شين. و لسه شين. السجود أقل من عندك يا أستاذة. ضاد. لا لسه الطا. من أول الطا تاني. طا. طا. ضا. تمام. عين. نعم. غي. فا. قاف. كاف. لام. ميم. نون. واو. ها. همزة. يا. يا. همزة. على طول همزة. كان يا أستاذة همزة. 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 نعم. يا. يا. ماشي بارك الله فيك. اسم حضرتك ايه؟ الو. ماشي شكرا يا أستاذة. شكرا. اسمع حضرتك. ماشي شكرا. هننتقل الان الى الدرس الثاني. وان شاء الله الاداء طيب جدا 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 ان شاء الله. ننتقل الى الدرس الثاني. كما قلنا الدرس الثاني هو حروف الهجاء المركبة. يتعلم فيه الدارس اشكال الحروف المختلفة في منتصف الكلمة او في اخر الكلمة، ويميز بين الأصوات المختلفة للحروف. نسمع الدرس الثاني. سوف أعيد بداية الدرس الثاني ثم نسمع من الإخوة والأخوات. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف كاف وهكذا. نهدي الميكروفون للإخوة والأخوات. اتفضل. حاضر. عايز تعرف عن القاعدة النورانية؟ قلنا هي 17 درس بيلخصهم كيفية النطق الصحيح والتجويد الصحيح للقرآن الكريم واللغة العربية بصفة عامة. يلا أستاذ سما اتفضلي. لا مش صفحة، كل واحد هيقرأ يعني ثلاث أسطر هاي إن شاء الله. تمام. هنقول الحروف المركبة زي ما أنتم شايفينها كده، هننطقها بنفس الأزمنة اللي نطقنا بيها الدرس الأول. يعني لام ألف في غلطة في التسجيل، في التسجيل بتاع الشرايط يقول لام ألف، هي ليس لام ألف، هي لام ألف هكذا. لام ألف وليس لام ألف. لام ألف مسجلة في بعض التسجيلات لام ألف هكذا. كاف باء يا أن تأتي الأخت التي سوف تشارك أو الأخ. كاف باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف تاء سهى بتقول ما هو ماشي. باء تاء ف وهكذا. سهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا حابة أقرأ الحروف المفردة بس مش عارفة. طب مين معانا؟ سهى. سهى معاك. سهى منين حضرتك؟ من فلسطين. أهلا بأهل فلسطين كلهم. أهلا بأستاذة سهى من فلسطين. حياك الله. تحبي تقرأي الدرس الأول؟ تفضلي. حياك. ماذا سامحك؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء فاء لحظة جيم حاء. لحظة لحظة من فضلك. هنقول هكذا. باء باء باء. مرة أخرى. نعم. تفضلي. ألف باء تاء. باء مش باء. فاء. لحظة لحظة يا أخت. لا أقول
با نعم تا ثا، بل أقول با تا ثا، لما أقول أنا بقول قال قال ولا قا قال قال، وليس أقول قال قال مش قا. أيوة نعم الله يفتح عليكي، جميل. با وليس نقول، إحنا في كلامنا في الكلام نقول قا قال، لا أقول ولا أقول قال قال، بل أقول قا قا با با، وهكذا. كما أنطق مثلا باب باب، ما أقولش باب، بل أقول باب باب، وهكذا. تفضلي. ألف باء تاء، تفضل. ألف باء تاء ثاء جيم، بارك الله فيك. حاء خاء دال ذال راء. لا ما رجعش تاني، خليه برضو على نفس الأداء التصاعد. دال را دال ذال، لا مش را 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 رام مثلا، رام رام را رام را، هكذا. را نعم نعم را ذا سين سين، نعم برضو نفس الطريقة. لا سين، لا نفس الطريقة. سين بس هنا استتال بقى. سين سين شين، تاني سين شين سين شين صاد داد طا ظا عين عين فا قبل. طا طا تصاعد. طا ظا عين عين فا قاف كاف لام ميم نون واو حاء همزة يا يا. كمان آخر حاجة مثلا قاف 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 كاف تفضل لام ميم نون واو ها لام همزة لام ميم نون واو ها همزة يا يا، بارك الله فيك. الها مثلا مش ها ها، لكن نقول ها هؤلاء ها، مش هؤلاء أقول، أقول هؤلاء ها ها ها، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. لا يا يا، اقرأي لي أول أول سطر كده من الدخل الثاني بعد إذنك. طيب ألف لام ألف، والأقرأ الدرس الثاني حروف الهجاء. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف. طيب شكرا لك يا أستاذ سهى. نعم تمام، تفضلي. تفضلي. لام ألف أكمل. لام ألف مش ألف، أنا قلت يا أستاذة سهى قلت مش ألف، قلنا ألف وليس ألف. سمعني؟ ألف لام ألف، قل ألف وليس ألف. أيوة نعم، ألف لام ألف، مش اللام بألف تكسر ألف. لا نعم تكسر اللام، ولا أقول ألف ليست ألف. نعم
ليست ألف. لام. ألف. لام ألف. لام ألف. نعم، شكرا أستاذة سهى، بارك الله لام. فيك. لام ألف. بارك الله فيك. عفوا جزاك الله. شكرا. جزاك الله. شكرا، في رعاية الله، مع السلامة. بارك الله فيكم. اتفضل أستاذ طارق. إن شاء الله المستويات طيبة. إن شاء الله بإذن الله تنجح الخطة في نحو الأمنية بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. كل رجل وكل امرأة، كل طفل يستطيع أن يقرأ بإذن الله تعالى، ما دام في الأمة مثل هذه المستويات الطيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ ممكن ماشي، نتعرف على إذنك. رضينا من المغرب. رضينا، أهلا بيك، أهلا بيك يا أستاذ رضينا. نعم. تقرأ الدرس الثاني إن شاء الله؟ تشرف إن شاء الله. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام باء حاء لام ألف لام لام باء كاف لحظة كاف كاف باء كاف باء أستاذة كاف أستاذة رضينا اسمعني. نعم. من أول لام حاء. نعم. أقول لام حاء. نعم. لام حاء لام حاء هكذا. هكذا. هل تسمعني؟ نعم. هل أكمل؟ نعم نعم. كاف ألف كاف. أنا عايز من أول ثاني، من أول با لام با كاف با لام با با لام با كاف. نعم. كاف كاف با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا كاف. ثاني نقول يا سيدي رضينا الحروف الخاء والثاء والفاء مثلا بدون همزة هكذا با كاف تا با كاف تا با كاف تا هكذا با كاف تا با كاف تا نعم با كاف تا با كاف تا با كاف تا. بارك الله فيك يا أستاذة رضينا، شكرا لك وتابعينا. شكرا لك وفيك بارك. كفى هكذا، بارك الله فيك. في المتابعة إن شاء الله الخير إن شاء الله. ويساء. تفضل صور ويساء. عليكم الصوت موجود. هل هناك صوت؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. حياك الله في حنا موجود إن شاء الله. بارك الله فيك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. إن شاء الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا أستاذة. حضرتك. الأول أم الثاني؟ نقرأ الثاني إن شاء الله نكمل. من السطر الرابع. حضرتك منين؟ أنا من المغرب إن شاء الله. أهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وأهلا بأهل المغرب. بارك الله فيك. تفضلي. من السطر الرابع. الدرس الثاني. باء تاء تاء نون. العنوان عنوان الدرس. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. باء تاء نعم تاء نون نعم. لحظة رميساء بعد إذن حضرتك. نعم. قلنا في الدرس الأول أن الحروف الباء والتاء والثاء والفاء وغيرها بدون همز. نعم. باء تاء فاء هكذا. باء تاء فاء نون يا با نا حرفين حرفين يا أخت ميساء، حرفين مركبين. بارك الله فيك. تاء ألف نون ألف. نعم. تاء ألف. نعم. يا ألف تاء ألف با سين يا سين نون سين تا سين تا سين تا جيم تا حاء نون خاء. يا أخت
دكتور ميساء بارك الله فيك، مستوى طيب جدا، بس اريد ان اسمع من الثلاث خانات الاخيره من اول ثا جيم. ثا جيم ثا. احبسي الجيم قليلا. ثا جيم ثا جيم ثا ح ح نون خاء. طيب الأداء طيب، بس في التاء والحاء أريد تصاعد للصوت. تا حا تا حا تا حا نون خاء. لا مش حاء، ليس حاء. اتفقنا اتفقنا أن الباء والتاء والثاء والحاء والخاء بدون همس. تا حا تا حا نون خاء. لا ليس حاء. لا أقول حضرتك تقفلي تقفلي الحلق بعد أداء الحرف، تقولي حاء، لا تقفلي الحلق، لا تقولي حاء، قولي حاء حاء تا حاء تا حاء نون خاء. نعم بارك الله فيك يا أستاذ الميساء، نود الشمس دائما. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا عنا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا استاذ. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. قلنا الاخت اللي والاخ اللي بعدها ان شاء الله، قلنا ان الحروف لغه حاء وحاء سليمه، ولكن تسهيلا على الطفل في قراءه الدرس الثالث الحروف المقطعه اننا نقول حاء خاء هكذا. يا ريت ان شاء الله كل اخ او اخت يخشوا بنفس الاسم عشان ناخد غياب ان شاء الله، وعشان الدرجات باذن الله. كلكم موفقين باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. مين معايا؟ حبيب الرحمن معايا. الاستاذ محمد اهلا بيك. اسمح ريت تعالى الصوت شويه. سامعك، قرب المايك شويه لو سمحت. اقرأ من الدرس الاول. يا ريت نكمل الدرس الثاني. والدرس الثاني يشتمل الدرس الاول من السطر اخر ثلاثه اسطر في الصفحه مع العنوان لو تفضلت. محمد من اين يا استاذ محمد؟ محمد ايه عشان نميزك لو في محمد تاني. محمد ايه؟ الصوت بعيد شوية. محمد بيك. محمد بيك؟ اهلا بيك. من ايه يا استاذ محمد؟ من مصر. اهلا بيك. ماشي اتفضل، بس قرب المايك شوية. حروف الهجاء المركبة. حروف الهجاء المركبة هكذا. حروف الهجاء المركبة يا حا با جيم يا مي. نعم. با جيم با جيم. نون ميم با ميم با با يا 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 نون يا با يا با يا نون تاء. لحظة لحظة. تاء يا تاء يا تاء يا تاء يا نون تاء لام تاء نون لام تاء يا لام يا تاء لام تاء تاء لام نون لو سمحت الصوت الأخير مرة أخرى وقرب المايك شوية بعد إذنك. نون با نون نون با لام تا نون لام با يا لام. طب خلاص
خلصت القراءة. بس ده ممكن مرة أخرى. نون با لام كا نون لام. لا صل الصوت أستاذ محمد، صل الصوت تا نون لام، حروف مركبة وليست مفردة. لا أقول تا نون لام، بل أقول تا نون لام. أصل الأصوات الثلاثة متصلة. نعم، تا نون لام فا. هكذا حركتين، تا نون لام، حركتين حركتين، تا نون لام، تا نون لام، با يا لام، با يا لام، با يا لام، يا سلام، تا سلام، نون با نون. سلام سلام. بارك الله فيك يا استاذ محمد. عايزين برضه سماع. انت مستواك طيب، بس سماع على تؤدي الاداء. برافو عليك، دي مظبوطه. سلام، فصاعد في الالفات. سلام، ومتصل الصوت ما شاء الله عليك، مدرس ممتاز ان شاء الله. سلام، جيب كل بقى الجيران ان شاء الله ونخلص معانا وتتمكن وتقتل العدو اللي هو الاميه باذن الله. بارك الله فيك يا استاذ محمد، شكرا ليك، شكرا، ويا ريت تتابعنا ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي باذن الله. يوم الاربعاء كل حد واربع في نفس الميعاد الساعه 9:30 باذن الله. شكرا يا استاذ محمد. استاذ شمال بتقدر اسال ليه بنكرر الكاف ده؟ ماشي ماشي استاذ محمد، في رعايه الله حبيبي. كاف ب طريقه مختلفه للكتابه او للتاكيد عليها. في بعض الطبعات الاخرى الكاف ب مختلفه في طريقه الكتابه. اهلا بيك. ماشي، عليكم السلام ام امل، امل ام عبود، اهلا بيك. ماشي، انا قاعد معاكم يعني الفجر يعني مش مشكله، بس عشان الناس، بس احنا مش هناخد جديد، الدرس الاول والثاني. اللي عايز يقرا اهلا وسهلا، اهلا بيكم ام امل. جميل، الطريقه دي طبقت في الحضانه ما شاء الله في خلال سنه وسنه ونص الطفل يقرا في اي موضع من المصحف. طريقه طباخه، هو سمعكم برضو زي ما قلت لكم لما تقرا ازاي زي كده. اهلا بيك يا استاذه ايما. عايزين نسمع برضه لو في حد هيقرأ بعدها. الذي
خلقك فسواك خلقك خلقك فسواك الذي خلقك فسواك الذي خلقك خلقك فسواك الذي خلقك خلقك فسواك خلقك فسواك فتحة عين فتحة سعد سعد فتحة فتحة سعد سعد لا فتحة لا لا فتحة لا فتحة لا لا فتحة لا فتحة سعد لك سعد لك الذي خلقك فسواك فعد لك الذي خلقك فسواك فعد لك الذي خلقك خلقك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة زهدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذة هدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك الأستاذة هدى منين أستاذة هدى؟ منين حضرتك؟ من السعودية. أهلا بيك يا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي حضرتك العنوان وليه آخر سطر. آخر سطر. درس الثاني حروف الهجاء المركبة. نون دالان تانون لام بايالام نون لام بايالام يا تالام مرة أخرى هل يا تفضل يا دي أستاذ. نون بالام نون بالام تانون لام بايالام. حاولي اضبطي الأزمنة. حركتين تانون لام بايالام. اضبط الأزمنة. تساوي الأزمنة الثلاثة. بايالام نون بالام تانون لام بايالام يا تالام سالام نون بانون. لا الأزمنة. نون بالام سالام نون بانون نون بانون نون بانون نون بانون. لا اسمعي اساوي الأزمنة. النون ساوي الباء بالنون. نون بانون 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 نون تايانون يا تانون ساتانون جي سافانون سافانون جيم حاء خاء. لا كده طريقة. نريد حاء
حركتين اثنتين فقط. جيم جيم حاء هكذا طويلة، هذه طويلة جيم، هذه طويلة، أقول جيم فقط حركتين. جيم 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 نعم حاء حاء. بارك الله فيك، بارك الله بك، طيب جدا. لو سمعت معنا إن شاء الله عليك، طيب جدا، سماع كثير إن شاء الله بإذن الله. طيب جدا، شكرا، شكرا لك يا أستاذ هدى، بارك الله فيك. إذا مع السلامة. مع السلامة. الأخ اللي بعده، الأستاذة أم أمل عبود بتقول المشكلة في الأطفال بتقارب القاف والكاف في المخرج. بالتدريب بقى، بالتدريب لما أقول قاف فتحة ق كاف فتحة ك هكذا ق ك قي كي قو كو وهكذا. بالتدريب هو عندما نتمرن في الدرس الرابع سوف نقرأ قاف فتحة ق قاف كسراء ق قي قاف ضماء ق قي قو كاف فتحة ك كاف كسراء ك كي كاف ضماء ك كي قو قي قو كاكيكو كاكيكو كاكيكو. بالمراس والتدريب سوف نصل ان شاء الله للمستوى الطيب. الاستاذ محمد الدسوقي تفضل اسمعنا. اسمعني تفضل. اشارك مع حضرتك. سمعك. ابدا من اين؟ اهلا بيك محمد الدسوقي من مصر. نعم من مصر. اهلا بيك تفضل. الدرس الثاني في الصفحة الثانية من أول الصفحة. بانون نون. تفضل. من أول بانون نون. بانون نون. تايانون. ياتانون. تاثانون. جيم. ها. خلينا نرقق الحاء. حاء. حاء. لا تاني حاء. حاء. من غير المبالغة في فتح الفك. من غير المبالغة في فتح الفك، لا أقول حاء بل أقول حاء متوسط. حاء. حاء. خو. حاثا. نعم. خو. خاء من غير ضم الشفتين. خاء بدون ضم الشفتين. خاء. خاب. جيم تاء. لسه بتستخدم الشفتين في حرف الخاء. نعم. خاب. من غير استخدام الشفتين في حرف الخاء. واتصل الصوت. خاب. خاب. جيم تا. نعم. تا حا تا. نعم. يا جيم. عايزين نحافظ على ترقيق الحاء. ترقيق الحاء. تا حا تا. تا. اي يا. بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا. تا حا تا. طيب. يا جيم با با خا. احبس الجيم قليلا. يا جيم با. يا جيم با با خا تا. نعم. تا ها. برضو الخا لسه مفتحه شفتين البتة. با خا تا. با خا تا. تا ها. با ها با تا. نعم. لا 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 تأتي بهاء في آخر التاء. لا تقول تا بل قل
بات ياها تاها نون تا ها. ماشي، بارك الله فيك يا استاذ محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك، واكثر من امثالك. جزاكم الله خيرا واعانكم الله على مزيد خيرا. مع السلامه. الاخت اماني كانت بتسال الجيم تنطق جا ولا جيم؟ جيم انطقها هكذا، جيم جيم محبوسه مجهوره شديده، وليست جيم جيم هكذا، لا ليست هكذا، تنطق شديده مجهوره جيم. اتفضل اتفضل يا استاذ طارق. لا ليست جيم جيم. معي وئام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وئام معايا؟ تمام. وئام بنون نون. أنا مستمعك يا أستاذ وئام. يا نون. أهلا بيك، منين؟ يا تا من مصر. أهلا بيك يا أستاذة. طب إحنا وصلنا لغاية السطر الرابع. تفضل الأول للسطر الرابع. ان شاء الله الاستاذ رجاء تسال، يعني ان شاء الله نخلص الدرس الثاني ونكمل ان شاء الله في يوم الاربعاء ان شاء الله في الساعه 9 ونص ان شاء الله. اتفضلي يا رودينا. يا وئام انا اسف. دال جيم دال. اتفضلي اول درس من اول السطر الرابع. ايوه. دال جيم دال. لسه السطر اللي قبله. نون تا جيم دال. هنقول جيم جيم دال جيم دال. ياها صحيح، احنا قلنا الحروف في الدرس الاول من غير همزه. نون تا خازل. نعم. نون هو اي سطر، الثالث ولا الرابع؟ السطر الكام بالظبط؟ هنقول الرابع اللي هو نون تا. ونون تا. ايوه بارك الله فيك يا ويام. تمام تمام. نون تا ها يا ها با با ها الف با ها ميم دال دال. اتفضلي. جيم دال خا ذا ذال جيم را خا زين ذا را ذا يا را سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء. تمام. مش احنا قلنا ها من غير همزه، صوت الاسف. احنا قلنا ها يا با با ها الف با ها الف با ها ميم با ها الف با ها ميم. شكرا شكرا استاذ وائل، الله فيك. بس انقطاع الصوت. شكرا جزيلا، ان شاء الله الصوت احسن. تمام كده ولا غلط؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المحاضره انتهت. اسمع الصوت. فريق التسجيل اردت خلاص نوقف تسجيل المحاضره. أتمنى أنكم استفدتم. طيب قلنا ساعتين ونص النوم هم الاستفادة، الذي لم يشارك هذه المحاضرة يشارك المحاضرة القادمة. ونشكر جميع الحضور، نشكر الشيخ جزاه الله خير، كان أداؤه أكثر من رائع، جزاه الله خيرا. إن شاء الله معنا الأربعاء 9:30 حنراجع على الدرس الأول والثاني، وحناخد الثالث والرابع كنظري في الأول بعدين الناس تشارك.
توقيت القاهرة. طبعا احنا عندنا المبادرة دي عاملينها مبادرة كتائب النور، ياريت الجميع يشاركها عنده للإيفنت، بس ما حدش يكتب لحظات بس معلش لو سمحتم. هذا جروب المعهد عشان تتابعوا عليه، عليه في مستند في الجروب شرح كيفية دخول المحاضرات وكيفية متابعة. احيانا اللينك ما بينزلش على الجروب، بتلاقوه على الصفحة دائما الدارين فيسبوك سلاش الدارين. بيت الكل يسجل في الموقع، وكل يسجل في الاستمارة، تسجيل في الموقع والاستمارة مرة واحدة فقط، عشان ما حدش يسأل هل أسجل مرة أخرى أو ماذا أفعل. بالنسبة للمبادرة هي دفع أعداد وتأهيل المدرسين، وحيكون في محاضرات أخرى وفي برامج جاري تنسيقها من قبل المعهد، وسيتم اختاركم بها. تابعونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكر جميع الحضور، نشكر الدعم الفني، نشكر فريق التسجيل والإخراج والشيخ بصفة خاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أي حد عنده سؤال تاني يكتب على الجروب إن شاء الله. أسئلة الحاجات دي يا ريت تسأل على الجروب، خلي القاعة للشباب. السلام عليكم.